أحيت كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد قداسا احتفاليا بمناسبة عيد الصعود الإلهي. ترأسه الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة الشدايقة جمال معايعة وسميح أبو رحمون وخدام الهيكل بحضور جمع حاشد من أبناء وبنات الرعية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. على ترتيلة الربة مجدوا بارتعاد بلش القداس الاحتفالي بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد. ترأسه قدس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة من الشدايقة وخدام الهيكل وأكيد بحضور عدد كبير من أبناء وبنات الرعية. خميس الصعود اللي بتحتفل فيه جميع الكنائس مع بعضها، واليوم بعد مرور 40 يوم على قيامة يسوع منتصر على الظلام والموت الأرضي بالصعد للسماء، تحتفل الكنيسة تذكار لعيد الصعود لأمرين مهمين. الأول تتمثل بالملائكة اللي فرحت واستعدت لاستقباله استعداد لائق بمقامه العظيم وجلاله المرهوب، وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه. اثنين، تنفيذ لنبوءة داود النبي واللي دعا جميع الأمم لترنم لإسمه والاحتفال بذكرى صعوده بفرح وابتهاج. بعثة الأبونا عريضة ركز على أنه صعود الرب هو دعوة للرجاء، نترجى لقاء وجهه الحبيب، فالصعود حدث حقيقي للسماء. وأضاف كمان أنه عمل الرب هو خلاص البشرية كلها، فالصعود اليوم هو مسؤولية كبيرة علينا لنتحمل مسؤولية خلاص الإخوة بدون تمييز سواء باللون أو الجنس أو الدين. وبالنهاية بتمنى بعيد الصعود إنه إحنا كمان نرتفع عن حياتنا الأرضية وملذاتها المؤقتة ونبني إلنا بالسماء بيوت بأعمالنا الصالحة والخير. وكل عام والجميع بسلام ومحبة. من محافظة إربد لقناة نور ساد نيفين حداد.